سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نرجع إلى كتاب إحصاء العلوم للإمام الفارابي عليه رحمة الله تعالى. وميزة هذا الكتاب أنه بيحصي العلوم وبتحدث عن فلسفة هذه العلوم. يعني هو النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا مثلا قبل ذلك عندما تحدث عن علوم اللغة أعطانا أفكار عامة حول اللغة تصلح مع كل اللغات، يصلح أن نطبق هذه الأفكار مع سائر اللغات. النهاردة لما هيجي يكلمنا عن علم المنطق ما تتوقعوش أن الإمام الرازي عليه رحمة الله يشرح لنا منطق، هو يشرح لنا مثلا باب التصورات أو التصديقات. احنا اتفقنا من البداية أنه هذا المجلس هو مجلس في فلسفة وتاريخ العلوم، بمعنى أن احنا هنقف على الغاية وعلى الفائدة التي يحصلها من يدرس هذه العلوم. الفارابي هنا لما يتحدث عن علم المنطق فيتحدث عن غاية علم المنطق، عن فائدة علم المنطق، عن الاعتراضات الموجهة إلى علم المنطق، وهل يعني لهذه الاعتراضات وجاهة أو لا إلى آخره. والقراءة في هذا الباب ربما تكون دافع لحضراتكم إنكم تدرسوا المنطق أو تعرفوا على الأقل فائدة دراسة المنطق عند من يدرس المنطق. ماشي، تفضل يا شيخ محمود. بسم الله. الفصل الثاني في علم المنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبكم سيدي آمين. الفصل الثاني في علم المنطق. فنخبر بجملة ما فيه ثم بمنفعته ثم بموضوعاته ثم بمعنى عنوانه ثم نحصي أجزاءه وجمل ما في كل واحد منها. بيتكلم عن إيه؟ حاجات محددة أهو. فنخبر بجملة ما فيه، يعني ما هو المنطق بإجمال، ثم فائدة المنطق، ثم بمنفعته، ثم بموضوعاته، ما هي الموضوعات التي يتناولها، ما هو موضوع علم المنطق، ثم بمعنى عنوانه، ثم نحصي أجزاءه أبوابه وفصوله وجمل ما في كل واحد منها. ماشي. فصناعة المنطق. فصناعة المنطق تعطي جملة القوانين التي شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات. والقوانين التي تحفظه وتحوطه من الخطأ والزلل والغلط في المعقولات، والقوانين التي يمتحن بها في المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالط. وذلك أن في المعقولات أشياء لا يمكن أن يكون العقل غلط فيها، وهي التي يجد الإنسان نفسه كأنها فطرت على معرفتها واليقين بها، مثل أن الكل أعظم من جزئه، وأن كل ثلاثة فهو عدد فرد. طيب ماذا يقول هنا يا أخوان؟ عايز يقول إن علم المنطق يدخل فيما لا يؤمن فيه الغلط عن طريق القوانين التي يعطيها علم المنطق للإنسان، وهناك أمور أخرى لا يؤمن فيها الغلط. يعني بيقول لك هو هنا إيه؟ القوانين التي يمتحن بها في المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالط. معنى ذلك هناك قوانين في المعقولات يؤمن من الغلط فيها. وبعدين هيفصل الفكرة ويقول وذلك أن في المعقولات أشياء لا يمكن أن يكون قد غلط فيها أصلا. يعني الشيخ هنا عايز يقول إن في علوم ضرورية وعلوم نظرية. العلوم الضرورية هي التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال، العلوم النظرية هي التي تحتاج إلى نظر واستدلال. إذن علم المنطق مسلط على العلوم النظرية وليست الضرورية، لأنه
المنطق وظيفته تصحيح الفكر. طب الفكر ممكن يغلط فين؟ في العلوم النظرية. طب العلوم الضرورية، العلوم الضرورية لا يتسلط عليها المنطق. لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يغلط فيها، وإذا غلط فيها الإنسان فلن ينفع فيها معه المنطق. ليه؟ لأنه سيعد هذا الإنسان الغالط في القوانين الضرورية سيعد من جملة المجانين، وبالتالي هتيجي تصحح له هو لن يفهم التصحيح أصلا لعدم وجود أرضية مشتركة بينكما. فمن لا يملك العلوم الضرورية لا يخاطب بعلم المنطق. من اللي يخاطب بعلم المنطق؟ الذي يملك العلوم الضرورية. ثم سيتسلط علم المنطق ليس على العلوم الضرورية، وإنما على العلوم المبنية على العلوم الضرورية، أي أن مجال علم المنطق العلوم النظرية باختصار. وذلك أن في المعقولات تاني وذلك أن في المعقولات أشياء لا يمكن أن يكون العقل غلط فيها، وهي التي يجد الإنسان نفسه كأنه فطرت على معرفتها واليقين بها، مثل أن الكل أعظم من جزئه، وأن كل فطرت يعني نفسه، وهي التي يجد الإنسان نفسه كأنها، يعني كأن نفسه هذه فطرت على معرفة هذه الأشياء أو الحقائق. ماشي. واليقين بها، مثل أن الكل أعظم من جزئه، وأن كل ثلاثة فهو عدد فرد، وأشياء أخر يمكن أن يغلط فيها ويعدل عن الحق إلى ما ليس بحق، وهي التي شأنها أن تدرك بفكر وتأمل عن قياس واستدلال. ففي ذلك دون تلك يضطر الإنسان الذي يلتمس الوقوف على الحق اليقين في مطلوباته كلها إلى قوانين المنطق. الخلاصة أن علم المنطق يتسلط على ما يمكن أن يغلط فيه الإنسان، وهو الذي يدرك بالفكر والتأمل عن طريق القياس والاستدلال. أما ما لا يدرك بالفكر والتأمل ولا يستخدم فيه القياس والاستدلال زي العلوم الضرورية، فهذا لا يعمل فيه المنطق. ماشي. وهذه الصناعة تناسب صناعة النحو، وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ. فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ، فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات. وتناسب أيضا علم العروض، فإن نسبة علم المنطق، يعني إذا كان علم النحو يضبط اللسان عن أن يخطئ في نطق الألفاظ، فعلم المنطق يضبط العقل عن أن يخطئ في التفكير. ماشي. وتناسب أيضا علم العروض، فإن نسبة علم المنطق إلى المعقولات كنسبة العروض إلى أوزان الشير. وكل ما يعطيناه علم العروض من القوانين، يعني العروض، ما هو علم العروض؟ العروض هو عبارة عن علم يعطيك الميزان الذي به تعرف إذا كان هذا الكلام شعر أو نثر، وإذا كان هذا الكلام شعر فمن أي بحر هو، بحيث تضبط القصيدة لتسير على نمط واحد وعلى نسق واحد. طيب، فبيعطيك ميزان. علم العروض هو علم ميزان، هو علم نزن به الكلام. فكذلك الأمر بالنسبة إلى علم المنطق، عن طريق قوانين المنطق بنزن الأفكار. يبقى علم المنطق من زاوية شبه علم النحو، من حيث إيه؟ من حيث أنه بيعصم العقل عن الخطأ في التفكير، كما يعصم النحو اللسان عن الخطأ في النطق. ومن ناحية تانية علم المنطق زي علم العروض. ليه؟ علم العروض عبارة عن موازين أو أوزان الشعر العربي، فكذلك علم المنطق بيعطيني موازين أزن بها المعلومات والأفكار والمسائل.
معنى ذلك يا أخوانا إنه علم المنطق ما بيدينيش معلومات، المنطق بيديني القوانين التي أزين بها المعلومات. أنت مثلا هتدرس في علم المنطق التعريف وشروط التعريف، مش هيديك هو تعريفات، وإنما هيقول لك يا أخينا أنت لما تحب تعرف حاجة، لما تحب تميز حاجة إزاي تعمل ده، فهو بيديك إجراءات إذا سرت عليها تميز الأمور تمييزا حسنا وتعطي للأمور تعريفا منضبطا بحيث يتميز في ذهن من يستمع لكلامك. فهو مش هيديك معلومات، وإنما هيديك إزاي تقيم المعلومات وإزاي توزن المعلومات وإزاي أنت لا تخطئ في التفكير في هذه المعلومات. ثم وكل ما يعطيناه علم العروض من قوانين في أوزان الشير فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات، وأيضا فإن القوانين المنطقية التي هي آلات يمتحن بها في المعقولات ما لا يؤمن أن يكون العقل قد غلط فيه أو قصر في إدراك حقيقته تشبه الموازين والمكاييل التي يمتحن بها في كثير من الأجسام ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط أو قصر في إدراك تقديره، وكالمساطر التي يمتحن بها في الخطوط ما لا يؤمن أن يكون الحس قد تحير أو غلط في إدراك استقامته. فهذه جملة جملة فهذه يعني جملة عايز أقول لك إن علم المنطق مقوم للمدركات الحسية، يعني أنت قد تدرك أمورا بحسك، يجي علم المنطق ويقول لك لا هذا الإدراك يحتاج إلى إعادة نظر، زي أنت بالضبط كده بيبقى قدامك خط أنت تظن أنه خط مستقيم، يجيب مسطرة هي مستقيم ولا حاجة، فعلم المنطق زي المسطرة يقوم مدركاتك الحسية ويصحح مدركاتك الحسية أو يؤكد إذا كانت صحيحة، يعني لا إشكال، يعني مش شرط دايما المدركات الحسية تبقى غلط، ممكن تبقى صح. فإن عندنا هو إيه؟ المنطق زي الموازين والمكاييف، أنت ممكن تمسك حاجتين كده تقول إيه أربع ده كيلو وده كيلو كده، تيجي تحطهم في الموازين والمكاييف في الميزان يقولوا لا مش قد بعض ولا حاجة، تلاقيهم قد بعض. فهذه هي وظيفة المنطق، آلة، المنطق آلة. حتى لما جم يعرفوه بيقولوا كده آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. ماشي. قال فهذه جملة غرض المنطق. ماشي. ما فيش عندك وكالبركار الذي يمتحن به في الدوائر ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط فيه أو قصر في إدراك استدارته، مش موجود عندكم دي؟ لا، آخر شيء مساطر صيدي. طيب موجود عندنا أنا في نسخة اللي بقرأ منها، يقول لك وكالبركار زي الإيه، عارفين البركار؟ إيه البركار يا جماعة؟ قال في رسم الدائرة. بنسميها احنا إيه، كنا بنسميها اسم كده في المدرسة، البرجل، لما تحطه كده على الكراسة يخرمها، معروفة جدا. فهو إيه البرجل ده بنعمل بإيه؟ بيرسم لك دائرة. هل أنت ممكن ترسم دائرة بإيدك من غير برجل؟ ممكن، لكن قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة، فتتأكد من انضباطها بالآلة التي من شأنها أن تضبط الدوائر وهي الفرجار أو البرجل. واضح في المنطق كده؟ ماشي. فائدة علم المنطق. قال فهذه جملة غرض المنطق، وتبين من غرضه عظيم غنائه. النسخة اللي عندنا يقول لك وبين من غرضه عظيم غنائه، يعني إذا كان هذا شأنه إنه هو النحوي وكالعروض وكالآلة التي بها أعرف دقة المدركات الحسية أو عدم دقتها، فإذا هو علم مهم. طيب وذلك في كل ما نلتمس تصحيحه عند غيرنا، وفيما نلتمس تصحيحه عند أنفسنا، وفيما يلتمس غيرنا تصحيحه عندنا.
يبقى علم المنطق الآن سيكون مفيدا لنصحح لأنفسنا ولنصحح لغيرنا ولنصحح غيرنا لنا. يعني الفكرة هنا فين يا أخوانا؟ إنك لما بتتكلم مع حد في موضوع ما، بدل ما يبقى الحوار حوار طرفان وكل واحد بيتكلم في حاجة وعنده معايير مختلفة، لا إحنا بقى عندنا معيار واحد نتحاكم إليه. زي بالضبط كده لما نختلف، الخط ده مستقيم ولا مش مستقيم يا محمود أو يا عبد الصمد، يقول لك مستقيم، أنا أقول لك لا مش مستقيم. خلاص، في عندنا اختراع جميل قوي اسمه المسطرة. تعال نحط المسطرة على الإيه، على الخط، والمية، ويقول لك المية تكدب الغطاس ونشوف. فصار عندنا معيار نحكم به على كلامنا، أنا أعتقد أن خط مستقيم أو متحير، مستقيم أو غير مستقيم، أحط المسطرة. أحكم به على غيري، غيري رسم خط أنا عايز أعرف، فأحط المسطرة. فنفس الفكرة في المعقولات بقى، يعني نطبق نفس الفكرة دي على المعقولات. أنا في عندي فكرة معينة، لا أدري هل أنا ماشي فيها وفق خطوات منضبطة ولا لا. أعرف إزاي؟ أعرف إزاي؟ بعلم المنطق، بالمسطرة العقلية اللي اسمها علم المنطق. غيري الفكرة، غيري الفكرة أنا عايز برضو أوزنها، أشوف كده الكلام متسلسل، المقدمات بتأدي للنتيجة ولا في قفزة في النص، ما يعني وفي مغالطة في النص في وسط الكلام أنا ما خدتش بالي منها. فعندي المسطرة. غيري أنا أيضا لما أقول كلام غيري ما ياخدهوش مسلم، وإنما يقيسه على هذه المسطرة. فلذلك هو قال لك إيه، وذلك في كل ما نلتمس تصحيحه عند غيرنا أو عند أنفسنا أو فيما يلتمس غيرنا تصحيحه عندنا. يعني هو معيار محايد، معيار محايد زي المسطرة بالضبط. أنا والله مش عشان دي مسطرتي هتطلع الخط بتاعي أنا مستقيم، ومسطرة زميلي أو يعني والخط بتاع زميلي مش هتطلعه مستقيم. لا، المسطرة محايدة، مش عشان هي مسطرتي هتطلع الخطوط بتاعتي أنا كلها مستقيمة. مثلا المنطق نفس الكلام، المنطق مفيش حاجة اسمها والله إيه كل واحد عنده منطقه، دي صفصفة. زي بالظبط ما واحد يجي يقول لك والله أنت الخط ده مستقيم عشان دي مسطرتك، ده كلام مجانين. يعني اللي يقول كده على طول احنا نعتبره انسان مجنون. فنفس الكلام، علم المنطق مش تبع حد، لا هو بتاع الفلاسفه ولا هو بتاع المعتزله ولا هو بتاع الاشاعره ولا هو بتاع الاصوليين ولا هو بتاع المتكلمين ولا بتاع حد، هو بتاع كل انسان عاقل. هو مسطره، اللي بيشتريها ويستخدمها كويس لتؤدي به الى نتائج. لذلك هتلاقوا حجه الاسلام محمد الغزالي عليه رحمه الله كان عنده عناية شديدة جدا بعلم المنطق. قال لي في القسطاس المستقيم، معيار العلم، محك النظر، وغيرها من الكتب. وجعل المنطق مقدمة ضرورية لكل العلوم، وقال إن اللي ما يعرفش المنطق لا ثقة بعلمه. ولو فتحتم حضراتكم كتاب المستصفى في علم الأصول هتلاقوا فيه مقدمة منطقية كبيرة جدا. ودي من الحاجات اللي لعبوها على أبو حامد الغزالي، إن هو دخل المنطق في كل حاجة. كان قبل كده الفكرة السائدة إن علم المنطق هو مقدمة للفلسفة، على اعتبار إن الفلاسفة شاغرين بعقولهم يريدون أن يتوصلوا إلى حقائق هذا الوجود بعقولهم. فكانت آلتهم إيه في ضبط هذه العقول؟ علم المنطق. جاء أبو حامد الغزالي وقال لك لا، ده مش بتاع الفلاسفة، ده بتاع كل إنسان عاقل، ويمكن أن يستخدم في المباحث الفلسفية وفي غير المباحث الفلسفية. وبعدين أبو حامد الغزالي ما قالش، يعني ده استطراد مني معذرة عشان نستكمل الفكرة، محمد الغزالي ما نقلش المنطق اليوناني كما هو، ولا علماء المسلمين نقلوا المنطق اليوناني كما هو، إنما أضافوا إليه كثيرا من المباحث. أبو حامد الغزالي بسط المنطق أولا، ثانيا غير في المصطلحات المنطقية بحيث توافق مع المصطلحات الفقهية، فكأنه أعاد تشكيل علم المنطق مرة أخرى. أنا كنت كتبت نبذة كده بسيطة عن الفرق بين موقف الغزالي وموقف ابن تيمية من علم المنطق، مش عارف حد من حضراتكم قرأ هذا أو لا، هدور لكم عليها وابعثها لكم إن شاء الله.
فإنه إذا كانت عندنا تلك القوانين والتمسنا استنباط مطلوب وتصحيحه عند أنفسنا لم نطلق أذهاننا في طلب ما نصححه مهملة تسبح في أشياء غير محمودة وتروم المصير إليه من حيث اتفق ومن جهات عسى أن تغلطنا بها فتوهمنا فيما ليس بحق أنه حق فلا نشعر به. النفس بطبيعتها تقفز فوق المقدمات حتى تصل إلى النتائج مباشرة، خاصة إذا كانت هذه النتائج التي تريد أن تصل إليها النفس لها فيها غاية. يعني أنا عايز أثبت مثلا أن الحياة دي جيدة أو قبيحة، أبص تلاقي النفس بتقفز من المقدمات لتثبت حسن شيء ما، أنا لأني أنا لي في هوى، أو لتثبت سوء شيء ما لأني لي فيه هوى. فعلم المنطق يضبط هذه الحركة، يضبط هذه الحركة. نضر لكم ثواني على هذا المقال ونقرأه قبل ما نكمل أفضل. أعتقد أنه هو يعني سيكون إلى حد ما مفيدا إن شاء الله لحضراتكم. طيب البقرة هو يا شيخ محمود، ممكن نقرأه قبل ما نقرأ فائدة علم المنطق، الموقف الفرق بين الموقف الغزالي وابن تيمية من علم المنطق. الفرق بين الغزالي وابن تيمية في الموقف من المنطق يسترعي الانتباه، ففي حين كان موقف ابن تيمية هو النقد لعلم المنطق جملة والتزهيد فيه بل احتقاره باعتبار أنه علم لا ينفع الذكي ولا يفيد الغبي، فتجربة الغزالي مع المنطق كانت أكثر مبجا، تجربة من استوعبه وهضمه تماما ووقف على مفاصله واستطاع بنجاح أن يوظفه أفضل توظيف ويستشهد على موازينه من القرآن، بل يقرر من خلال هذا الهضم موازين الرحمن التي هي القسطاس المستقيم الذي استعمله الأنبياء عليهم السلام في حجاج أقوامهم كما يقرر موازين الشيطان التي هي المغالطات المنطقية ونحوها من الأقيسة الفاسدة التي استخدمها الكفار في مجادلاتهم، فيقوم بهذا العمل بتغيير في بنية وأساس العلم. يعني الغزالي ماذا فعل باختصار يا جماعة؟ الغزالي قال إنه الأقيسة التي يستخدمها المناطق هذه هي بعينها التي استخدمها الأنبياء عليهم السلام، لكن ليست بعناوين منطقية. يعني زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده الزمان اللي درسوا معنا المنطق، لما نقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في هذه الآية دليل على إبطال الترجيح بغير مرجح ودليل على إبطال الدور، لكن القرآن ما استخدمش لفظ الترجيح بلا مرجح، ولا القرآن يستخدم لفظ الدور، وإنما مارس مباشرة وأشار إليها مباشرة ليخاطب الفطر السليمة بالحقائق بغض النظر عن الألفاظ. أبو حامد الغزالي عمل فكرة لطيفة جدا سماها موازين الرحمن وموازين الشيطان. موازين الرحمن هي الأقيسة المنتجة عند المناطق واستشهد عليها من القرآن. يعني لما يجيب لك محاجة سيدنا إبراهيم لقومه يقول لك إنه قول سيدنا إبراهيم هذا قياس من الشكل الأول، يعني عبارة سيدنا إبراهيم دي قياس من الشكل الأول ويفتتها لك ويحللها لك. وبعدين بعد ما يجيب مقاييس الشيطان اللي هي الأقيسة المنتجة عند مقاييس الرحمن أو موازين الرحمن اللي هي الأقيسة المنتجة عند المناطق، يأتي بعد ذلك في موطن آخر في محك النظر فيما أذكر بما يسميه موازين الشيطان. موازين الشيطان هي الأضرب غير المنتجة في المنطق،
أو هي المغالطات المنطقية أو الأقيسة الفاسدة، ويجيب لك عليها أمثلة من مجادلات الكفار مع الأنبياء في القرآن. فأبو حمد الغزالي عمل ثورة في علم المنطق بهذا الكلام. ثم من ناحية ثانية بهذا الفعل أثبت قوة حجج الأنبياء عليهم السلام عند أصحاب العقول المعتنين بعلم المنطق، وأثبت ضعف حجج الكفار عند أيضا أصحاب العقول، فغير بهذا في بنية وأساس العلم. طيب، يقبل الغزالي من المنطق المشترك الإنساني العام ويجعله خادما للعلوم الإسلامية جميعا، ويعده عودة إلى الفطرة العقلية السليمة، بل طريقا هاديا إلى الحق في كل علم. كما يقوم المنطق مش خاص بعلم من العلوم، وإنما المنطق هو آلة إنسانية شبه المسطرة والبرجل، فهو مشترك إنساني عام، لا هو خاص بالمسلمين ولا هو خاص بالكفار، هو موازين فكرية تصلح لكل إنسان. ماشي. كما يقوم بتغيير الكثير من المصطلحات التي يتداولها المناطق، بحيث تكون جارية على عرف أهل الفقه في الغالب، ثم يقوم بما هو أعظم من ذلك، فيقوم بإنزاله من أبراج التخصص إلى أرض العوام، فيسير مع تلميذه الباطني في القصاص المستقيم في أسئلته وإشكالاته سير المعلم الناصح الذي يقوم بتبسيط أعقد المسائل في شكل قصصي. في حد فيكم اطلع على كتاب أو على رواية عالم صوفيا؟ عالم صوفيا، عالم صوفيا رواية فلسفية ألفها أستاذ نمساوي فيما أذكر، بسط فيها الفلسفة. وساعتها لما صدرت هذه الرواية، أنا أذكر إن اشتريتها في أولى كلية أو حاجة زي كده، هي رواية كبيرة حوالي 600 صفحة، جاب فيها الأستاذ ده، هو أستاذ ثانوي، جاب فيها تاريخ الفلسفة من أول أرسطو وأفلاطون حتى آخر الفلاسفة الغربيين عن طريق حكاية وقصة. وفكرة تبسيط عن طريق القصص والروايات فكرة جميلة جدا، يعني الآن منتشرة وموجودة في بعض المجالات. أبو حامد الغزالي عمل كده من 1000 سنة. أبو حامد الغزالي في كتابه القصاص المستقيم، لو حد من حضراتكم نزله النهاردة وبدأ يقرأ فيه، كان عنده تلميذ باطني، والباطنية لا يؤمنون بسلطان للعقل أبدا. الباطنية عندهم المصدر الوحيد معرفة هي الأخبار، والأخبار مش من أي حد، من المعصوم، من الإمام المعصوم، واضح كده، يا إما من الأنبياء إذا الأنبياء النبي مات، أم من الإمام المعصوم. طيب، أبو حمد الغزالي عايز يقول لأخينا دوت إنه العقل نور الله في الإنسان، ويمكن للعقل أن يهتدي على الحق. ففضل العمل شوية بشوية عشان يثبت له عن طريق القوانين الإنسانية التي وضعها الله في العقل، القوانين المنطقية التي وضعها الله في العقل والتي استنبطها بعد ذلك المناطق من العقل أيضا، ووضعوا لها مصطلحات معينة. فضل ماشي معاه شوية بشوية وبيشرح له علم المنطق بكل بساطة في هذا الكتاب، وهو رسالة صغيرة مش كبيرة، يعني يا ريت حضراتكم تقرؤوها النهاردة، أو يعني تحاولوا تقرؤوها النهاردة، إذا لقيتوا فيها صعوبة ممكن نبقى نقرأها مع بعض بعد كده إن شاء الله، لكنها بسيطة جدا، ممكن تبقى مفتاح لحضراتكم لمن يستصعب المنطق إنه يفهم المنطق. ومن خلال إيه؟ من خلال حوار، ومن خلال أمثلة عملية، ومن خلال تبسيط، وبتظهر لك فائدة علم المنطق مباشرة وأنت بتقرأ. فنزلوا هذا الكتاب اليوم، نصيحتي لكم، وقرأوه، القصاص المستقيم. ماشي. ثم يقوم رحمه الله بما هو أعظم من ذلك، فيقوم بإنزاله من أبراج التخصص إلى أرض العوام، فيسير مع تلميذه الباطني في القصاص المستقيم في أسئلته وإشكالاته سير المعلم الناصح الذي يقوم بتبسيط أعقد المسائل في شكل قصصي مع ضرب الأمثلة المادية على الموازين العقلية،
فلا يستطيع التبسيط إلا المستوعب. كثير من الناس بيبقوا عندهم معلومات كثيرة لكنهم لا يستطيعون تبسيطها. في الحقيقة اللي بيقدر يصيغ العلوم بطريقته هو، يعني يقول لك انت ازاي تعرف، يعني دي حضراتكم انكم دلوقتي ازاي تعرفوا انكم فاهمين مسألة من المسائل او علم من العلوم؟ ايه المقياس؟ المقياس انك تقدر تبسطه، انك تقدر تشرحه بألفاظك انت، او انك تقدر تشرحه لحد ما درستش العلم ده خالص. اذا وصلت لهذه المرحلة فانت فاهم، فانت كده فهمت واستوعبت. اذا قدرت تشرح اعقد المسائل لحد ما درستش هذه المسائل نهائيا فانت فاهم. فابو حامد الغزالي لما يعمل كده ده شغل ناس حريفة. يعني واحد فاهم المنطق وعجزه وخبزه كويس، عشان كده قلنا لا يستطيع التبسيط الا المستوعب. ماشي. وهذا مصداق ما قرره في المنقذ من الضلال حين وصف الباحث عن الحقيقة وأن الذهب لا يستخرج إلا من التراب، فقال: بل ربما يحرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام أهل الضلال عالما بأن معدن الذهب الرغام. يعني أبو حامد الغزالي خلص المنطق من احتكار الفلاسفة، واستخرج منه الذهب اللي هو المشترك الإنساني العام الذي يمكن أن يوظف في سائر العلوم. فلذلك أبو حامد الغزالي يلزمنا حرقكم، يعني استخدم المنطق فيه كمقدمة لعلم الكلام وكمقدمة لأصول الفقه، واعتبره مقدمة لازمة لسائر العلوم. اللي عايز من حضراتكم يطلع على إسهام علماء المسلمين في تطوير علم المنطق، وإن هم ما خدوش العلم ده كده هوت عن أرسطو ونقلوه بالمسطرة، بل وسعوا في دلائله ويعني وانتقدوا أيضا بعض الأفكار الأرسطية وكذا وزادوه قوة وتمكينا. حضراتكم ممكن ترجعوا لهذا الكتاب الماتع الذي ألفه العلامة الدكتور محمود سامي النشار تلميذ العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري عليه رحمة الله، في كتابه منهج البحث عند مفكري الإسلام. وكان هذا الكتاب أو مناهج البحث، يا ربي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، وكان هذا الكتاب هو رسالته للماجستير التي حصل بها على درجة الماجستير. تحدث في هذا الكتاب عن إسهامات علماء المسلمين في نقد المنطق وتطويره، بما فيهم ابن تيمية. أتكلم عن ابن تيمية، ابن تيمية أيضا لنقد المنطق كتاب كبير واسع، لكن موقف ابن تيمية الحقيقة مش بنضج موقف الغزالي، يعني وجهة نظر العبد الفقير يعني، وهي إيه موضوع النقاش. طيب، فإذا النهاردة خدت حضراتكم واجب الآن، وهو أنكم تقرأوا كتاب القسطاس المستقيم. طيب، كنا وصلنا عند فائدة علم المنطق، ليس كذلك؟ نعم. طيب، هنكتفي من كتاب إحصاء العلوم اليوم بهذا، ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله من أول فهذه جملة غرض المنطق، بحيث نبدأ على طول من فائدة علم المنطق المرة القادمة إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.